نعرف انك نوردي بتيشة وانت مستشار الرئيس كنت موجود تحت قبة البرلمان اثناء مناقشة القانون هذا والمهزلة والسيرك الكبير اللي صار نهارتها واللي ازعج كثيرا الراي العام والشعب التونسي وحتى وسائل الاعلام الاجنبية ركزت مليح على سيرك برلماني لتمرير القانون هذا. يهمني اني نعرف اذا كان عندك كيفاش كان موقف رئيس الجمهورية وهو يتابع في الجلسة اللي وصفناها على الاقل شخصيا بكل موضوعية بانها مهزلة. شوف انتم وصفتوها بكل موضوعية اني مهزلة، و شخصيا كنت داخل البرلمان وكنت باهت في عجب ربك ابا زوردي معناها، ونعتقد انه الرياكسيون تاع الغالبيه بما فيهم معناها رئيس الجمهوريه، بتصير هي مشاكل في البرلمانات الكل وتصير في بعض الاحيان شجار وكذا، ولكن ما معناها مش انه نوصلوا الى حد اولا نمنعوا من الجلسه من التواصل، ونوصلوا انه معناها في شعارات اللي نتاع اتهام مباشر للمسؤولين ولبعض النواب ولمؤسسات الدولة، ومعناها شعارات الشتم معناها تقعد بها تقول صحيح اللي احنا في وضعية مزلنا في الدربة الديمقراطية، صحيح اللي احنا مزلنا دولة معناها نظام ديمقراطي فتي، ولكن تفهم انه فما ناس للأسف الشديد اما الاسر ما عنده حتى علاقه بالديمقراطيه. افكتيفمون مالوريزمون فما ناس تدافع وتتكلم بالديمقراطيه وفي الحقيقه هي مازالت ما اشتغلتش على انفسها باش تولي ديمقراطيه، يعني الديمقراطيه بالنسبه لهم انه موقفهم هو اللي يمر، انه قرارهم هو الصحيح، وانهم هما يمتلكوا الحقيقه المطلقه، واذا مش هذاك فانه الخصم يصبح طرابلسيه جدد، فانه الخصم يصبح انقلابي، فانه الخصم يصبح خاين للثورة، فإنه الخصم يصبح معناه مبيض للفساد، معناه ورينا السلوك هذايا. علاش كنت متأسف داخل قبة البرلمان؟ لأنه أبريتو ناس فيهم برشا ناس اللي نعرفهم واللي وأصحابي واللي عندهم التجربة السياسية وراكموا على الأقل التجربة النضالية راكموها، ولكن كيف شفت قدام البرلمان وشفت المجموعة اللي مشات قدام في شارع عبد البرجيبة قدام المسرح والشعارات، فهمت مع احترامي لجمهور الفيراج والجرادان والكل، فهمت انه ولكن الكرة كرة والسياسة وتسيير شؤون الدولة شيء آخر، فهمت انه فما معناها ذهاب الى مستوى اهزيج الفيراج نتاع الجمعيات.